بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في آخر جزء في شابتر 3 من خواص الهيدروليكية للسويل، ألا وهو الـ Equivalent Permeability for Layered Soil. لو تذكر في الجزء السادس كنا اتكلمنا عن العوامل اللي بتؤثر على معامل النفاذية، وكنا قلنا ان في معامل مهم جدا اللي هو اتجاه سريان المية بالنسبة للطبقات المترصبة. وقلنا في عندنا نوعين، في عندنا طبقات تعتبر هوريزونتال، وكلمة هوريزونتال معلش ما تفكرش ان هي طبقات افقية. كلمة هوريزونتال هنا المقصود بيها ان السريان بتاع المية بتاعي كويس، السريان بتاعي موازي للترصيب بتاعت الطبقات. يعني شوف الطبقات اهي، طبقة واحد طبقة اتنين، واضح؟ فالمية هنا مالها ماشية موازية للطبقات، فدي بيسموها مين؟ هوريزونتال. بيسموها مين؟ هوريزونتال. فلو انا عندي طبقتين، ادي الطبقة الاولانية والطبقة التانية، الطبقة الاولانية ليها كي واحد والطبقة التانية ليها كي اتنين، وعندنا دي الطول بتاعها او الارتفاع بتاعها اسمه اتش واحد والارتفاع التاني اسمه مين؟ اتش اتنين. والمية هتبتدي تسير هنا. ليه هتسير هنا؟ اتفقنا عشان مية تسير لازم يبقى ايه اللي يحصل؟ لازم يبقى فيه فرق هيد، فالفرق الهيد بتاعي اسمه مين؟ اتش، اللي هو من هنا لهنا عشان المية تسير. فلو عندي كمية مية عايزة تخش في الطبقتين دولت، ماشي، هتلاقي ان كيو اسمها كيو هتتقسم لي كيو واحد هنا وكيو اتنين هنا، في جزء هيروح لكيو واحد وهيروح لمين؟ كيو اتنين. طيب احنا عارفين ان كيو اللي هو عبارة عن مين؟ لو تفتكر الكي في الاي في الاي، او الاي في الكي في الاي، مش تفرقش معايا. فالكيو بتاعتي بتساوي اي اللي هي المساحه كلها في مين؟ في الكي ايكويفالنت هوريزونتال. وليه هوريزونتال؟ عشان احنا شغالين دلوقتي موازي للطبقات. في الاي ده الهيدروليك جريديان، بس الهيدروليك جريديان بتاعه الطبقه المكافئه. يعني انا عايز في الاخر تيجي لي هنا طبقه، الطبقه ديت سمكها اتش واحد زائد مين؟ اتش اتنين ديت. خلاص لو شلت الطبقتين دولت وحطيت الطبقه ديت، قول لي الكي الايكويفالنت بتاعتها، ده المطلوب عندي. فلو هنيجي نتكلم الكي ايكويفالنت هوريزونتال في الاي، الاي ده بقى الهيدروليك جريديان بتاعت مين؟ الطبقه دي كلها. بيساوي ايه؟ عندك دخلنا كي 1 زائد كي 2، كي 1 عباره عن ايه؟ اي 1 في الكي 1 في الاي 1 بتاعتها، زائد ها اي 2 في الكي 2 في الاي 2 بتاعتها. طيب تعال نقول ان الاي في الكي ايكويفالنت، الاي هي عباره عن مين؟ الاتش كلها، ما هي دي بتاعت الطبقه كلها، يبقى اتش على مين؟ على ال. لكن هنا هيبقى في ضاغط للتربه ديت وضاغط مختلف عن التربه ديت، ليه؟ عشان كل تربه ليها مين؟ ليها اتش وليها ال بتاعتها. فهتلاقيها مين؟ اي واحد في الكي واحد في اتش واحد على ال واحد، زائد ها اي 2 في الكي 2 بس في اتش 2 على ال مين؟ اتنين. طيب عايزين نجيب المساحة، المساحة هي المساحة خلي بالك اللي ماشية فيها التربة أو المية كده. فلو هتتكلم في كي في كيو هتلاقيها عبارة عن مين؟ أنت بتاخد في الاتجاه التاني واحد متر، فبقت واحد متر في مين؟ في الارتفاع ده، الارتفاع ده اللي هو قد إيه؟ اتش واحد زائد اتش اتنين في واحد في الكي ايكويفلنت في الاتش على مين؟ على ال. تعالى بتساوي ها واحد في مين؟ ما دي اتش واحد في الكي واحد في اتش واحد على مين؟ على ال واحد. ها ما هو ال بتاعك اللي هي طول المايه اللي مشيت يعني، ها زائد واحد برضك واحد في مين؟ في الاتش اتنين في الكي اتنين في اتش اتنين على مين؟ على ال اتنين. طيب انا عايز اخلص من دي كلها الايه؟ عايز اوصل في الاخر الكي ايكويفالنت هوريزونتال، فانا اروح مودي دول هناك. فالكي ايكويفالنت هوريزونتال بتساوي ايه؟ بص كده، لما ده هيروح هناك عباره عن مين؟ اتش واحد زائد مين؟ ها اتش اتنين، وفوق عباره عن ايه بقى؟ كي واحد في مين؟ في اتش واحد ها زائد كي اتنين في مين؟ في اتش اتنين. ما خلاص، ما الاتش على الاتش على ده كله ماله؟ خلاص ده في الحاله ديت كله زي بعضه فطاروا، فاللي اتفضل لي واحد طار، فبقت اتش واحد في مين؟ في الكي واحد، اتش اتنين في مين؟ في كي اتنين. ليه؟ عشان خلي بالك ان اتش واحد بتساوي اتش بتساوي اتش اتنين. تاني حاجه لازم تعرف ان ايه؟ ان ال اللي هو طول المسافه اللي الميه هتمشيها في السايل، ال ده ال هو مين؟ ال واحد هو مين؟ ال اتنين. فلما تيجي تعوض هنا هتلاقي ان ده طار مع ده، طار مع مين؟ مع ده. هجيب ده الناحيه الثانيه، فبقى القانون عباره عن مين؟ سميشن اتش في كي، سميشن
H في مين؟ في الكي على summation H. طبعا بأي عدد من الصويل لو كانوا 3 تحط بقى H1 في K1 زائد H2 في K2 زائد H3 في K3 على H1 زائد H2 زائد H3. أما لو كانت السريان بتاعي عمودي على مين؟ على الطبقات. يعني أنا عندي طبقة مين؟ صويل 1 لها K1 وصويل 2 لها K مين؟ 2. دي السمك بتاعها مين؟ H مين؟ واحد. والسمك هنا مين؟ H مين؟ 2. خلي بالك هنا بقى لو في عندك كمية مية داخلة هنا لازم تعدي على التربة كلها على التربة دي، وفي نفس الوقت تعدي كلها على التربة الأخرى دي. يبقى المية هتخش هنا Q بتساوي Q واحد بتساوي Q 2. الحاجة التانية بقى بعكس الحالة السابقة، لو أنا عندي الضغط هنا بتاعي H اللي هو هيخلي المية تمشي من هنا لهنا من هنا، فهتلاقي التربة الأولانية ليها ضاغط اسمه مين؟ H1. لو حطيته هنا هو كده يديك ال H1، ولو حطيته هنا هو ليها مين؟ H2. فلازم تخلي بالك من الرسمة اللي قدامك دي. نرجع لقانوننا، احنا عارفين Q بتساوي A في K في I، A في K equivalent vertical في ال I، A1 في K1 في ال I1. طبعا دي بتساوي دي بتساوي دي بتساوي دي. خلي بالك الاريا هنا بقى بتساوي ايه؟ الاريا بتاعتك هي خد اي مسافه من هنا خلاص في واحد. طب ما هي نفس الاريا اللي هتبقى فين؟ للطبقه الثانيه. هي نفسها للطبقه الثالثه، هي كلها. فالاي دي ممكن اللي يحصل اي هنا في الحاله دي بتساوي اي واحد بتساوي مين؟ اي اتنين. فطاروا مع بعض فبقت الكي ايكويفلنت فيرتيكال في الاي بتاعتها بتساوي كي واحد في الاي واحد في الكي اتنين في اي اتنين. طيب الكي واحد K equivalent في الاي بتساوي مين؟ K1 في الاي في K2 في دي. طيب يبقى الاي بتاعتي خلي بالك لو انا عايز اجيب الاي واحد بدلاله الكي equivalent vertical هعمل ايه؟ هروح مودي الكي واحد دي هناك، فايه اللي يحصل؟ تبقى الاي واحد بتساوي مين؟ K equivalent vertical على K1 في الاي ماشي، والاي 2 ما هو خلي بالك الايات هنا مختلفه. ليه الايات مختلفه؟ بسبب بسيط جدا. ايه هو؟ ان الاتشات مختلفه، الاتش ديت غير اتش دي غير اتش دي. فانا جبت الاي واحد وجبت الاي مين؟ اتنين. الضاغط بتاع التربه الاولاني غير الضاغط بتاع التربه الثانيه. ف ولكن مجموع الضواغط ثابت، يعني اتش بيساوي مين؟ اتش واحد زائد اتش مين؟ اتنين. طيب اتش عباره عن مين؟ ما انا عارف ان الاي بتساوي ايه؟ اتش على ال، صح؟ هنا ال بتاعك اللي هو السريان بتاعي كله، السريان بتاع ال L دي عباره عن مين؟ H1 زائد H2 طول السريان اللي الميه مشيته. فلو عايز اجيب بقى الضغط يبقى ال H تضربها في مين؟ ال I تضربها في مين؟ في ال L. يعني ممكن اقول H اللي هو بيساوي H1 زائد H2 بيساوي مين؟ I بتاعت ال H في مين؟ في H1 زائد مين؟ زائد H2. ده بيساوي ها H1 اللي هي I1 في ال H1 زائد ها I2 في مين؟ في ال H2. تعالى بقى نعوض I في H1 زائد H2 دي الاي العادية بتساوي، انت كنت لسه جايب لي الاي واحد بتساوي مين؟ K equivalent في الكي واحد في الاي في الاتش واحد زائد ها الناحية التانية نفس الكلام اي 2 بتساوي مين؟ K equivalent vertical على مين؟ على الكي 2 في مين؟ في الاي بتاعتي. في الكلام ده مضروب في مين؟ في الاتش 2. طيب انا عايز اجيب الكي equivalent vertical، تعالى ناخده عامل مشترك. هناخده عامل ايه؟ مشترك. فتلاقي ايه اللي يحصل؟ هتلاقي ان طبعا في هنا اي وهنا اي وهنا اي. خلي بالك الايات ديت مش اي واحد ولا اي اتنين، ده الاي اللي هي بتاعت التوتال، فعشان كده طيرتهم عادي. فلو انت عايز تجيب الكي ايكويفلنت خد عامل مشترك، فبتساوي مين؟ اتش واحد زائد اتش اتنين على اتش واحد على كي واحد، لاحظ اتش واحد على مين؟ على كي واحد زائد اتش اتنين على مين؟ على كي اتنين. يعني الكي ايكويفلنت قانون بتاعها اتش واحد زائد اتش اتنين على اتش واحد على كي واحد زائد اتش اتنين على كي اتنين، يعني بيساوي سميشن اتش على سميشن اتش على كي باي عدد من الطبقات. يبقى احنا في البارت اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده نقدر نجيب الكي ايكويفلنت الهوريزونتال والكي ايكويفلنت الفيرتيكال. وخلي بالك كلمه هوريزونتال ديت مش معناها افقي، والفيرتيكال دي مش معناها راسي. هوريزونتال يعني الطبقات موازيه لاتجاه سريان الميه، وهنا الطبقات عمودية على اتجاه سريان المية. شكرا وإلى اللقاء في شابتر 4 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.